هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع زي اللهب. طبعا في مقطع اليوم راح نستكمل سلسلة توب 10 لكن بشكل مختلف. اليوم التوب 10 عندنا راح يكون عن Red Dead Redemption 2. طبعا اليوم هو توب 10 أبشع الوفيات في Red Dead Redemption 2. طبعا كالعادة راح نبدأ تنازليا من 10 إلى 1 من الأبشع إلى الأكثر بشاعة، فخلونا نخش سويا في المقطع. تنبيه، المقطع فيه له حرق، إذا ما لعبت Red Dead Redemption 2 فالمقطع غير مناسب لك. في المرتبة العاشرة كوليم أوردريسكول. كوليم أوردريسكول واحد من أقوى الشخصيات في Red Dead Redemption 2، وهو رئيس عصابة محنك، لكن للأسف يتم القبض عليه من قبل عدالة الساندينيس ويحكم عليه بالإعدام شنقا. طبعا هو محنك درجة أولى وذو خطط لهبية جدا، لذلك خطط بنجاح أنه يهرب من الإعدام، والخطط كانت تسير بشكل جيد وتسير كما هو مخطط لها، لكن داتش وعصابته قدروا أنهم يخربون هذه الخطط، ومن هنا بدأت تظهر عليه علامات الخوف لأول مرة تقدر تلاحظها، وفعلا يحدث الإعدام لكوليم أوردريسكول. Are we ready? Call Modriscoll. May God, in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. Whenever you are ready. Now you know how it feels to watch somebody you love die. في المرتبة التاسعة مولي أوشي. مولي أوشي شخصية مهمشة فعلا، وهي حبيبة داتش فاندرليند، وطبيعي جدا في الحب يعني لازم يكون فيه له اهتمام. داتش كان أبدا ما يهتم بيها، خصوصا يعني أنه مشغول بالخطط وأنه يسوي بلانز وغيرها. عموما من باب انها تبغى اهتمام، جات عند داتش وتقول له انها يعني فضحت العصابة وفضحت خططه، لذلك العصابة مؤخرا قاعدة تفشل في جميع ما يقومون به. آرثر وبعض افراد العصابة كانوا عارفين انها فقط تبغى اهتمام، لكن للأسف احد افراد العصابة كان له رأي اخر. I told him again. Now I've got God's ear. You told who? What? Mr. Milton and Mr. Ross about the bank robbery, and I wanted them to kill you. You did what? I love Harry, Your Majesty. You. Damn. She knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you, Mr. Pearson? Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work, all of you. Quit your lollygagging. Get back to work. في المرتبة الثامنة Agent Milton. ايجنت ميلتون الكبدة اللي هدفه الوحيد في الحياة انه يدمر عصابة داتش. في نهاية اللعبة يقبض على ابيجيل وسيدي ادلر ويوديهم للفان هور، ليأتي ارثر مورغان لانقاذهم لاحقا، لكن ميلتون يعني بخططه الجهنمية قدر ايضا انه يقبض على ارثر مورغان ليحدث هذا الامر. Using your strength, Mr. Morgan. You're still a yapping dog, Mr. Milton. Horrible man. في المرتبة السابعة كليت صديق مايكا بيل. طبعا من أجل العثور على مايكا، سيدي وتشارلز وجون مورستن يقبضون على كليت ويستجوبونه على حبل المشنقة، استجواب يمين واستجواب يسار لحد ما يعترف، ولما اعترف من هنا كتب نهايته بيده. He's done. Thank you.
في المرتبة السادسة مايكا بيل. مايكا بيل الحنش الفار، أتوقع ما يحتاج أتكلم فيه كثير، المعروف لا يعرف. طبعا موتته صح ما هي بذيك البشاعة، لكن برضو تبقى بشعة وتستاهل المركز السادس. طبعا هي آخر مهمة في Red Dead Redemption 2، وفيها يتم الانتقام من مايكا بيل في الماونت هيجن في مهمة اسمها American Venom. I got too much to say no more. You shot me. You shot me pretty good. في المرتبة الخامسة شون ماجواير. I love you, Arthur Morgan. I love you. الشاب الطموح، الشخصية المرحة في عصابة دوتش فاندرلين، لكن للأسف في أحد المهمات اللي في مدينة رودز، آرثر وبيل ويليامسون ومايكا بيل وشون ماجواير يروحون رودز ليقومون بأحد المهمات فيها بناء على طلب شيرف المدينة، لكن للأسف الأمور لم تجري كما خطط لها وانتهت بطريقة مأساوية. Now it don't feel right. I could have told you. He was a good kid. في المرتبة الرابعة أنجلو برونتي. أنجلو برونتي. Dutch Vanderland. Arthur Morgan. The pleasure is mine. John Marston. أنجلو برونتي شخصية إيطالية استغلالية درجة أولى، وفي أكثر من مرة استغل داتش واستغل العصابة. طبعا اللي خلى داتش ينتقم من أنجلو برونتي إنه أنجلو قال لداتش إنه في محطة في الساندينيس فيها فلوس كثيرة جدا، وللأسف لما داتش يخطط انه يسرقها وفعلا يسرقها يطلع كمين من الشرطة اساسا، ومن هنا داتش فاندرليند قرر الانتقام النهائي، والانتقام كان جدا جدا بشع. Oh yeah. Oh you're right. You are so right. They are good at smelling filth, huh? So filth has got to be disposed of. Friends of Pinkerton gonna come and rescue you, you repulsive little maggot! Call them now! You call them! Jesus! Part of your philosophy books cover feeding a fellow the goddamn alligator, Dutch. Part that covers weakness. في المرتبة الثالثة الكرسي الكهربائي. طبعا هي أحد المهمات الجانبية، وفيها أحد العلماء يقرر أنه يخترع كرسي كهربائي ويطلب المساعدة من آرثر مورغان، وفعلا تنجحون في صنع هذا الكرسي الكهربائي. طبعا يتم تجربته على أحد المجرمين اللي يتم القبض عليهم. طبعا الهدف من الكرسي كان أنه يكون إعدام رحيم، لكن للأسف الموضوع خلاف ذلك تماما وأخذ مجرى ثاني. You're going to be in a better place. Stay calm. Breathe deep and repent, or you will be moved to a better realm. Ladies and gentlemen, behold the calm removal of this man's existence! Incredible! He's nearly dead! So humane! Ah!
life may have been troubled, but his passing is peaceful. Kill him already. Somebody shoot me, please. في المرتبة الثانية كيرين دافي، طبعا هو أحد أفراد العصابة المنضم لها حديثا، شخص أثبت أنه فعلا طيب وذو قلب أبيض. طبعا هو سابقا كان يتم استغلاله من قبل الأورد ريسكولز، لكن لما العصابة قبضت عليه وقعد محبوس عندهم فترة انضم للعصابة وأثبت أنه ما كان له علاقة بالأورد ريسكولز لكن كانوا يستغلونه. طبعا للأسف في أحد المرات يخرج من المخيم ويصير له شيء بشع جدا 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 جدا. What is that? What the hell have they done to me? Look, there in the tree line. Everybody take cover! The Driscoll boys are coming! We okay? I think so. Except for Karen here. Poor kid. Mr. Swanson, would you take this boy and bury him someplace near, but not too near? Of course. Charles, help me with the body. We need to get this place cleaned up. Mr. Pearson, Miss Grimshaw. Already taking care of it. Come on now, work. في المرتبة الأولى آرثر مورغان. طبعا بعد ما ينجح آرثر مورغان في تهريب أغلب أفراد العصابة لبدء حياة جديدة، هو قرر أنه ينهي العصابة بالشكل الصحيح لينتهي به المطاف في قتال مايكا بيل وملاقات دوتش فاندرلين، وللأسف النهاية جدا 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 بشعة. You're not better than me, Morgan. Whatever you say, you fool. Damn you. Damn us both!